بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أعزائي طلبة المرحلة الثالثة قسم الرياضيات في المحاضرة الثالثة لمجموعة سلسلة ماتلاب. في هذه المحاضرة راح نتعرف إلى دالة البولينوميكال. هذه الدالة هي إيجاد الحدود. يعني شلون إيجاد الحدود؟ عندكم هذه المعادلة اللي أمام، هاي المعادلة اللي هي الواي يساوي لنا summation i يساوي لنا صفر إلى n زائد واحد للباي x of n زائد واحد ناقص i. أريد نتعرف إنه هذه الدالة شلون أقدر أني برمجها داخل الماتلاب، إيجاد لها حلول وإيجاد لها شلون أقدر أبرمجها، شلون أقدر أجيب الحل مالتها. هذا كله راح نقدر نجيب عليه في هذه المحاضرة. نحن عندنا عند أقول لك الـ n من زائد واحد، طبعا هذا مثال أولي، بس راح ناخذ مثال كامل موضحة بكل شيء. تعالوا نتعرف احنا البولي شنو شغلها. يقول ان n زائد واحد هي عبارة عن شنو، هي order of n من البولينومال. هاي ال n زائد واحد هي order، شنو معنى order؟ رتبة معنى. n is degree of the poly، والان هي شبيهة الدرجة. اذا هذه الرتبة الان زائد واحد والان هي شنو؟ الدرجة. وعندنا الان محصورة ما بين من؟ ما بين الواحد الى التسعة. ما بين من؟ ما بين الواحد الى التسعة. اقعد نعرف المعادلة. الاوردر اللي هي الان زائد واحد ايش قلنا؟ قلت number coefficient to bit fit، على مود يسوي لنا هاي الـ n زائد واحد، على مود يسوي لنا fit المن للمعادلة مالتنا. and the degree استعطينا highest power، اعطينا اعلى power، degree درجة، اعطينا شقد اعلى. بس هاي شو تفيدنا طبعا؟ هسه ذني التعريفات نعرف انه الـ n شنو فائدتها؟ والـ n زائد واحد شنو فائدتها؟ وكل واحدة شنو عملها داخل المعادلة. تمام؟ زين. يقول بهذا الدليل تعلمنا يوضح لنا انه شلون راح نقدر نوجد الحل لهذه المعادلة. فور اكزامبل يقول اذا بدنا ناخذ الثيرد ديجري، ناخذ الدرجة الثالثة، المن الدرجة الثالثة لل هاي المعادلة، ايش راح يكون الحل مالتنا؟ يكون y يساوي لنا هي ال p1 لل x3 زائد ال p2 لل x2 زائد ال p3 لل x زائد ال p4. صحيح؟ نقول شلون؟ نجي نعرف، نقول هذا ال p هي مو p لل i، ال p لل i قد راح تصير p لل i؟ p1. ال x ايش قد قيمتها؟ n زائد واحد ناقص i. اذا احنا رقمها تجيب رقمها ثلاثة، لان ايش قد ناخذ رقمها ثلاثة، نجي نقول يا بي اولا p راح يبدي زائد واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. راح نجي ب p اللي هو الان، لان ايش قد قيمتها؟ n قيمتها ثلاثة، تبدي ايش يصير؟ راح تبدي تناقص من قيمة الآي. وعلى هذا الاساس وجدنا هذه المعادلة، اعتقد واضح. أو تعرفوا هذا الحكي summation، تعرفوا بيه يحتاج أوضح لكم أكثر. ما أريد أطور روحي بهذا المثال، تمام؟ معادلة رياضية، نرجع ما فاهمه بعدين أفتح لكم مجال للسؤال ولا نجيب على أسئلتكم ما فاهمه. انتقل للبعدة، فرضا هذا المثال، هذا طبعا المثال موجود
في الانترنت اللي هو مجموعة الماث، قلت لكم عليه سهروا مثال عليه. هذا يا مثال ما طلع لكم شيء. بس اسوي لكم شير له. ظهر امامكم كل الشاشه، تدور لكم الموقع. تلاحظون هنا بناء على انه www.math.com، وبداخله نبي نبحث اي داله ابدا اتعلم عليها واي مثال. هذا المثال نفسه، هذا المثال وهذا الشرح مالته. اذا نقدر نطبق، اخذنا الاكزامبل، هذا الاكزامبل اللي هو امامنا، وراح نعرف الاكزامبل اللي سوى لنا من رسم. لهنا لو تلاحظون هنا المثال والموجود هذا طبعا بالماث word.com، هذا كلش مهم، هو الهيلب مال المات لاب انه يساعدكم بكل امر. نرجع المحاضرة. هنا المثال اعطانا اياه اللي هو يقول اللاود سينوس، اللي هي السينوس هاي دالة او فانكشن موجودة داخل الماتلاب استدعيها، وعلى اساسها راح يبدي يريد يرسم الكيرف هذا اللي امامكم. شلون بدا يرسم؟ على شكل يا نقاط. لا تلاحظون النقاط اللي موجودة، مجموعة نقاط موجودة داخل الرسم، وعلى اساسها بدا يسوي فيت، وجد قيمة الاكس اكسس وقيمة الواي اكسس. لا تلاحظون اللون الاحمر ايش كاتب اللي هو الفيت كيرف. هذا احنا شلون راح نقدر نسويه، شلون راح نقدر نعلمه. راح نجي للمثال اللي بعد هذا المثال يوضح بشكل اشمل اوسع. انه هنا الرسم لو تلاحظوا راسم النقاط مباشرة، بي واحد في الاكس 2 زائد البي 2 في الاكس زائد البي 3. حتى الكوفيشنت مالته قلنا الكوفيشنت يمثل اني لو نلاحظ الصفحة قبلها، الكوفيشنت يمثل هذا الكوفيشنت اللي هو order of number coefficient. يعني من هنا انا قلت لك coefficient 95%، الماد مالته 95%، يعني نسبة الاكيوريسي مالته الدقة مالته 95%. تمام. لو تجون هنا بهاي المعادلة اللي كاتبها، البي واحد قد راح تطلع، البي اثنين قد راح تطلع، البي ثلاثة قد راح تطلع، نفس المعادلة اللي كتبناها فوق، نفس هاي المعادلة قاعد يطبق. تمام. نفس هاي المعادلة قاعد يطبق هنا الرسم. رسم المعادلة راح يكون بهالشكل، هذا اللي شفته. الدوال المستخدمة بالبولي نورمال، يا ان الدوال المستخدمة دل اللي هي المالتيبل بولي والديفيد بولي والبولي والسبيسيفيك روتس. الروت شو معنى الروت؟ من يعرف الروت؟ نعم احسنت، اللي هو تمثل لنا الروت جذور المعادلة. ريبلاي اللي هو القيادة في الرسم مالتنا، وذكرنا بشكل كيرف في التافولة. وإذا تريد evaluation قيمة الطين val، تلاحظون كل واحد كل دالة لها تسمية معينة وقدامها شنو اسم الدالة هذه.
كل دالة لها عمل معين، خلال الاستخدام راح تعرفون كل دالة شنو فائدتها. طبعا واجبكم انه اريد المثال على كل دالة. طبعا من هون موجودات قلنا بالماث وورك، بحثوا لي بالهيلب مال الماتلاب تجدون كل دالة عليها مثال يشرح عمل كل دالة من ذي الدوائر. طبعا راح اشرحهن بس اريد عندكم امثلة اضافية لهذا الدواء. واضح طلاب؟ واجبكم الكل يسجل يمها، الواجب مالتكم يكون لا 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 مو لا مو الروت اللي ببالك، روت هنا تجي معناها جذور مو اعطاء صلاحيه، لا تاخذ الروت مال الموبايلات، روت الموبايل وكذا وها. جذور الموبايل يعني ست نقول روت الموبايل وش سواله؟ تسمع روت، تسمع روت تقول كانما جهاز تعدل على النظام، لا اي شلون عدل على النظام؟ بس انا سؤالك احنا فاهمين الروت انه على اساس نقول له سوي لنا روت للموبايل ويعيد جذور يعني يعيد الجذور مال البرمجه مالتها. وضحت الفكره؟ اذا الروت هنا هو جذور، جذور يروح للجذور يعني عدل الجذور. ليش نقول له نسوي له روت للموبايل؟ فاذا هنا الروت هو جذور. وساح تعرفون شنو، ناخذ مثال على الروت، ناخذ مثال على البليفال واحده واحده. احسنت احمد، جذور البرنامج الاصلي تمام. هسه واجبكم وضحت الصفحه رقم 4، صفحه رقم 4 الواجب، صفحه راح انزل لكم اياها اليوم على المودل. صفحه رقم 4، صفحه رقم 4 اريد من عندكم كل فانكشن مثال عليه، كل فانكشن من ذن الفانكشنات مثال عليه. طبعا هواي امثله موجودات، هواي امثله مطبقه، طبقوا لي مو بالهذا كل من طبق لي بحاسبته المثال، يعني ياخذه ويطبقه بحاسبته. كل من عندكم حاسبه تطبقوا بالحاسبات مالتكم، اكيد راح يكون الداله والمعادله شخص عن الشخص الاخر يختلف، لان كل من مثال بباله شكل. تمام، تختار لك معادله وتاخذ لها الجذور مالتها، تختار لك اي معادله تختار الجذور مالتها. جذور مو بس الجذور، جذور كونف تعطي مالتيبول اي واحده من ذن الدوائر تطبق عليها، شوف شنو عمل الداله وعلى اساسها تبدي تشتغل. واجب صفحه رقم 4 واضح. ننتقل للصفحه اللي بعدها، ناخذ مثال اريد نسوي ريبريزنت للبولي نيمز. فرضا عندي ال P of ال X يساوي لنا X 3 ناقص 2 X ناقص 5. إذا بدي استخدم هاي المعادلة داخل الماتلاب بشكل ال P يساوي لنا 1 0 ناقص 2 ناقص 5. تمام؟ بدي اسوي له evaluate. قبل شوي قلنا ال evaluate. بدي اسوي poly evaluate. pol val صح؟ صفحة رقم 4. هذه اياها بول فال. بولي فال عندما الاكس قد يساوي لنا، طبعا قيمة الاكس هنا بهاي المعادلة قيمتها 5، بدي اسوي له ايفالويت الها راح يطلع لي البي، اقول لي بولي فال للبي اوف الخمسة، الجواب مالته راح يطلع لي 110. راح تقولون شلون صار 110؟ لا لا على كلهن، كل واحد مثال على كل دالة، بتقول على كل دالة أريدن مثال، فذن مجموعة دوال مجموعة أمثلة. طبعا أنا تدرون بيه هذه المحاضرة، يعني هاي خميس، الخميس القادم الواجب كامل يعني ينغلق، أفتح لكم إياه اليوم أنزله بالمودل، ينغلق الخميس اللي بعده. أكيد سهلة، مو تجيبوا لي كوبس قدر الامكان، اريده يتنفذ بحواسيبكم، اريد ماتلاب بالحاسب اللي عندك متنفذ. طلاب راح تخرجون لازم كلكم تعرفون الماتلاب شو يشتغل، لان ضروري تعلمون الماتلاب، والما عنده حاسب ضروري يرتب حاسب. زين نكمل هنا، طلعنا ال 110، راح تقول ال 110 شلون اجت ال 110 صحيح ولا لا؟ راح تقولون هاي ال 110 شلون اجت ال 110؟
راح نجي نسوي ندخل قيمه الاكس ايش قد قيمتها 5 راح ادخلها بالمعادله 5 وراح اسوي له ايفالويت يعني تقييم للمعادله كلها للبي اوف الاكس الخمسة اس 3 ايش قد راح يصير من يجاوب اكس اس 3 ايش قد راح يصير احسنت 125 راح ننقص 2 في 5 10 راح يصير ناقص ال 10 ايش قد راح يصير 100 راح يصير 10 ناقص ال 125 راح يصير 115 ناقص ال 5 راح يصير 110 اذا طلعت عندنا قيمه البي اوف الاكس لهذه المعادله انت سويت ايفال طلع لي 110 قيمتها تمام طلعت ال 110 اخرها من نقصنا طلعت قيمه الايفال للبي اوف الاكس هي قيمتها 110 يعني قيمه المعادله كلها يعني من توجد تريد قيمة معادلة تريد توجد الناتج مالتها بس تعطي قيمة الاكس مباشرة يطلع لك اياها بهذه المعادلة وهذا الفانكشن اللي استخدمناها البولي فار وضحت؟ احنا ذن الدوال نستعرضهم قبل ما ندخل اكو شيء اعمق بعد من عندهم طبعا راح يكون الدوال انه يفيدنا شيء يفيدنا؟ يفيدنا بالحل مالتنا يعني راح نستخدم اللوب وغير اللوب راح نبدي نستخدمه الكونديشن اذا شلون راح نبدي نستخدمه؟ بنستخدمه اذا ما نعرف مجموعة دوال يفيدنا للمعادلات على مود نحلهن بشكل اسرع. تمام نيجي الدور هنا قيمة ثانية نريد نوجد نقول له يابا دالة ثانية راح نستخدم البولي فالم وين موجودة هاي البولي فالم هم من مجموعة قبل شوي شرحناها بولي فالم هذه والبولي ايفالويشن الماتريكس يعطيك المن قبل شوي اعطينا قيمة للمعادلة كلها نريد الماتريكس المن للبولي يعني للمعادلة نفسها وضحت نريد الماتريكس مالتها. هاي كم معادلة هسه حليتها الان هنا؟ يعني بالمباشرة تروحون تطبقون بس تغيرون المعادلة. قل الاكس عبارة عن ايش قد اعطينا قيمة الاكس؟ عبارة عن 2 4 5 قبل شوي ايش قد اعطينا قيمة الاكس؟ لو تلاحظون قبل شوي اعطينا قيمة الاكس هي قيمتها 5 بينما هنا شرحنا قيمة الاكس؟ احنا قيمة الاكس هنا عبارة عن معادلة. قيمة الاكس عبارة عن مصفوفة عفوا، هذه المصفوفة هتكون 2 4 5 وناقص 1 0 3 7 1 5 راح نعطي البي هو شلون هاي البي اوف الاكس هو راح هي اصل المعادله البي اوف الاكس هي المعادله يعني بتثبت له قيمه الواي احنا مو نقول واي يساوي لنا اكس اس 3 فهنا البي اوف الاكس اللي هي مثال بين قوسين تلاحظون هنا البي اوف الاكس هذه اياها عفوا هاي البي اوف الاكس هاي المنطقة هي تمثل قيمة الواي، احنا نقول واي يساوي بدل ما نقول واي نقول بي اوف الاكس، لان واي ما عرفتها واي وضحت؟ بعدين ايش راح يطلع البي اوف الاكس؟ اللي هنا راح تمثل لنا واي، قيمة الواي، ايش قلت له انا؟ خلي لي قيمة البي والاكس اللي هي بي اوف الاكس حط لي اياها بالواي، طلع لي قيمة الواي، هاي قيمة الواي راح تكون بهالطريقة هذه. وضحت؟ اقول شلون صارت؟ احنا نجي نقول مع كل قيمة من قيم الاكس راح يدخلها بالمعادلة ويعوضها ويحطها بالقيمة الأولى يعوضها هنا ويخلي قيمة المعادلة هنا يعوض ويخلي وهكذا يستمر واحد 1 2 3 عوض هنا لذن القيم شوفوا شلون راح تطلع عندكم بشكل صحيح كلش واضحة ما تصور بعد راح القاضي جدا واضح ننتقل للصفحة اللي بعدها ترى احنا ما عندنا هواي صفحات كلنا 10 صفحات يعني محاضرتنا ما تتجاوز الساعة انا قدر الامكان قاعد اركز انه المحاضرة ما تتجاوز الساعة على مود الكل تستفاد تمام نجي نطبق يا مثال بعد قلنا الروت هاي سيام واحد على الاخر الثالث يعني ثلاث دوال قاعد اشرح لكم اياها هناني اعطيكم واجب بس نفس الوقت انا قاعد اوضح لكم الواجب شنو ان شاء الله انتم هنا تطبقوها بس قبل ما تطبقوا يا اخوان ما ترجع تروح تطبقوا تستخدم الهيل من الهيل بتعرف عمل الداله بشكل صحيح وتشتغل على نجي الروت على مود نوجد الروت للبي نقول له ار يساوي لنا روت البي وقد راح يطلع قيمه الروت مال البي يطلع لك 2 و هنا الاي جي والاي يطلع لك جي والاي او الريل نمبر والايميجن والتخيل ايميجن نمبر ابحث ريل وايميجن
اثنيناتي يطلع لك القيم مالته بالموجبه والسالبه على مود نوجد المعادله كلها. الروت شنو قلنا؟ فولي بين قوسين للار، احنا طلعنا قيمه الار طلعنا روت البي بس قيمه البي، هنا راح نطلع له الفولي للار راح يطلع لك بهالشكل. هذه الارقام اللي هو وجدهن وين؟ تلاحظوا هنا وين كتبناها؟ كتبنا دائما هنا القيم مالت اللي هي 1 0 - 2 - 50. هذه جذور من جذور المعادلة. نعم نعم على نفس المثال، هو نفس المثال هذا على نفس البي وجدنا الروت مالته. شفنا البي زد قيمتها 1 2 1 0 - 2 - 5، نفس المثال قاعد نمشي عليه. شوف عيني عيال، إذا تجيب أنت بس وحدك حاسبة، لحظة دقيقة، عيال إذا تجيب بس وحدك أنت حاسبة، مي هذا الحكي أنا دوقف التسجيل على ما يطلع. إذا أنت تجيب وحدك حاسبة، البقية شنو ذنبه؟ الكل إذا حاسبة تطبق، أنا سأطبق لكم شوفوا نهاية المحاضرة أطبق لكم مثال. خليه خارج التسجيل اصلا هنا تسجيل المحاضره اذا الطالب هو يتعب له. الكل قلت لكم تشترون حاسبات صحيح ولا لا؟ من ما عنده حاسب لحد الان؟ يعني هو حضور الكتروني خوش علوي كوثر انت اول وحده انت ومصطفى اثنيناتكم بحاسبه واحده تكون لازم اثنيناتكم عندكم حاسبة، هاي الطلاب اثنين خلصنا من اكفى واني كلكم ما عندكم، انا ما عندي وانا ما عندي، انا مو قلت لكم لقدام روحوا اشتغلوا اشتروا حاسبات، ليش ما عندكم حاسبات؟ شو كنتوا تتعلمون؟ راح تتخرجون كلكم تحتاجون. انا قاعد اطبق لكم اياها على هنا على اونلاين نفس الحضور، شنو الفرق بيناتهم؟ انت تحط حاسبه يمك هسه، انا قاعد اشرح وياكم خطوه بخطوه تمشون، وقاعد اكتب وياكم هسه انا قاعد اشرح لكم. وراح نبدأ نطبق البرنامج. لا لا البرنامج ما اعرف شو اشتريت المرحلة الأولى، أنا قلت لكم أقل شيء كور i5 على مود الجرة الحاسبة. هو 2016 مات لابد 2013 لأن طفل 2016 اللي اشتغل. ها النيت ضعيف. الحل مالته انه الفيديو قاعد انزل لك اياه، انا نفسه قاعد اسجل لكم محاضره فيديويه صحيح ولا لا؟ نكمل محاضرتنا من ما وصلنا. اخذنا الروت هنا لهذه المحاضره وننتقل الى اكزامبل اخر على مود البوليدير. على مود اوصل للبوليدير للبي نفس المعادلة اللي هي 1 0 - 2 - 5 راح يطلع لي. نشوف البوليدير شنو معناه محدد مالته، ناخذ التردد مالته ناخذ 3 0 - 2 هذا المحدد مالته. على مود ناخذ الكير فيتنج ايش راح يعطي؟ بي يساوي البي فيت بي يساوي البي فيت بي يساوي البي فيت هنا عندنا البي يساوي البي فيت اللي البولي فيت حيعطي لك الاكس والواي والان. يجد له شنو الكوفيشنت مال البولينور البي اوف الاكس اوف الدجري اند ذات فيت للداتا، يطلع لنا الاكس اوف الاي والواي اوف الاي. اكس يساوي لنا من الصفر الى 0.1 مقدار الزياده ل 2.5
والواي يساوي لنا هو ريف الاوف الاكس. البي على مود نوجد الفيت مالتها الاكس الواي 4 نقطي. ليش 4؟ لانه 4 قيم، هيطلع لنا 4 قيم. هذا واجب لكم. انا قلت لكم مثل ما قبل شوي قلت لكم الدوال كلهن الواجب، ما توضح البوليثيك هو جدا بسيط توضيح مالته، بس انت راح تروح كمل المعادلات من اغلب الدوال انا اعطيتك اياها هسه. من مجموعه اللينير الجبرة نحتاج باللينير الجبرة نحتاج دوال. تعال اخذت اللينير الجبرة، شنو اللينير الجبرة؟ جبر خطي. من ضمن الدوال مالته مال الجبر الخطي نريد نوجد الماتريكس فاكتور روم والماتريكس رانك والمحدد والدايجونال والنول سبيس والاورثوجوناليزيشن والريديوس رو والى اخره من الدوال. وضحت؟ إذا الانفيرس اوف الماتريكس نريد الانفيرس نقول له اف، او الفكتور نريده عشان نطلع الفكتور لكل معادله، مو لان كنا اخذتهم باللينير الجبري ما اخذتوهم، اخذتوهم ذني ولا الفكتور المحدد الرانج الفكتور روم نول سبيس ذني الدوال. ذن الدوال هن كلهن دوال موجودة جاهزة، طبعا ذن معادلات هن معادلات ضخمة، بس ذن دالة بالماتلاب تجهز لك انه توجد الفكتر للمعادلة، شلون توجد المحدد للمعادلة. تمام، ناخذ مثال. هذا المثال عندنا الماتريكس مالتنا هي 1 ناقص 2 3 4 0 6 واثنين ناقص 1 3. كتبنا المعادلة، شلون راح نكتبها؟ قلنا بيا صيغة نكتبها الصيغة هذه هنا، تلاحظون اي يساوي لنا ناقص 1 بهالطريقة هذه نكتبها. مو تعلمنا بالماتلاب شلون نكتب المعادلة، شرحت لكم اياها ذاك الاسبوع اللي فات. نجي نريد نوجد ال الفكتور ال يو بي، ثلاث فكتورات راح نجي نقول له ال يو لل اي على مود اوجد الفكتور مال المصفوفة اللي امامكم. ثلاث فكتورات هي، نقول له لان هي ثلاث في ثلاث ثلاث فكتورات ال يو لل اي. بين قوسين شوف تلاحظ شطيت ثلاث، طيت ثلاث قيم ال ويو بي، يعني معناها اريد ثلاث فكتورات هاني يساوي لنا ايش قد المعادلة. هذا الكود ترى البرمجي يساوي لنا ال يو لل اي. نوجد الـ A ايش قد راح يساوي لك؟ راح يطلع لك الحل. هنا قلنا المعادلة مالتنا هي عبارة عن شنو؟ ثلاث قيم. راح نجي ثلاث فكتورات راح نعطيها الـ A، هذا الكود البرمجي مالتها ال يو بي يساوي لنا ال يو للـ A. الحل مالتها راح يكون بهالطريقة هذه، راح يطلع لك الـ A هذا الكود البرمجي اللي فوق، لأن الخطين هو عبارة عن كود برمجي. إذا الحل مال الكود البرمجي نجي نقول A راح يطلع لك القيم مالتها نفس المعادلة الأصلية اللي دخلناها. الفكتور الأول راح يطلع لكم إياه بهالطريقة هذه، ولليو الفكتور الثاني راح يطلع لك إياه بهالطريقة هذه، والبي راح يطلع لك اياها بهالطريقه هاي. تمام، قلنا قيم ثلاث فكتورات، الحل مالتها الرياضي يمكم شلون طلع الحل الرياضي مالتها، اكو معادله رياضيه للفكتور انه شلون توجد الفكتور باللينير الجبرة، يعني اكو حلين. انت هسه باكر يعني السنه القادمه مطلوب من عندك تسوي بحث، البحث مالتك كون تسوي بشغلتين، شغله تحل المعادله الرياضيه مالتك بشكل يدوي وتقارن النتائج مالتها بشكل الكتروني الجوريثم تسوي له خاصه بيه. شلون توجد المعادله الرياضيه مالتك للحل مالتها؟ انت اللي قدامك حال المعادله باليد، تحل المعادله بشكل مثل القوانين الموجوده، انت
تجي الدور تدخلي القوانين بمعادلات تستفاد من عدد داخل الماتلاب. طبعا هذا يعطي قوة لمن اذا تحل يده ماكو مشكلة تاخذ البحث مالته وتكمله، لكن يعطي قوة للبحث مالتك اذا تحله بشكل على الماتلاب، تستخدم الماتلاب لحل المعادلات مالتك بشكل دقيق. واضح؟ فرضا عندنا هذا النظام، واحد صفر ثلاثة صفر خمسة ستة سبعة ثمانية صفر، وعندنا قيمة ال x1 وال x2 وال x3، والواي مالتهن هي خمسة ناقص اثنين ثلاثة. على مود نوجد نحل هذه المعادلة راح نبدأ نكتبهن، ال a يساوي لنا واحد صفر ثلاثة ال b هالقد في ميمن في قيمة ال b، طبعا ال b هي عبارة عن x1 x2 اللي يساوي لنا القيم ال x قيمة y اللي هي خمسة ناقص اثنين ثلاثة. قيمة ال b هنا اللي هي قلنا قيمة ال x1 x2 x3. على مود نوجد قيمة ال x راح نعطيه هو عبارة عن الفيرس نعطيهم لل a في ال b، يطلع لك قيمة ال x بهالطريقة هذه هي اثنين ناقص خمسة، أو بطريقة أخرى نقول ال y يساوي لنا line solve ال a لل b، ال y راح يساوي لنا اثنين بوينت واحد سبعة إلى آخره. حارتنا اللي هنا أنا تقريبا انتهت. استعرضنا جزء من linear algebra functions، اعطينا مثال عليها اللي وقفنا اللي هو vectorization لأحد المعادلات الرياضية وأحد المصفوفات، وقفنا الفكتور مالتها، واستعرضنا اللي هي معادلة شلون نسوي البولي مالته وإيجاد القيم الخاصة به. المحاضرة القادمة راح نستعرض انه شلون راح نبدي النكست ليكتشر، ايش راح ناخذ النكست ليكتشر، راح نبين استخدام دوال البلوت، شلون راح نبدي نستخدم نرسم المعادلات بهذه الشكل. فرضا هذا المثال اللي امامكم، شلون راح نرسم المعادلات بهالطريقة هذه ويطلع لنا الرسم البياني مالتنا. لو تلاحظون انه اغلب البحوث اللي يوجدون بها الحل من ضمنها ايجاد، يعني لازم نخلي رسم توضيحي للنتائج مالتنا، يعني اي معادلة لازم اطلع الرسم مالتها لها فد رسم خاص بيها. انتم ماخذين بالرياضيات انه كل معادلة لها رسم خاص بيها، فشلون راح نوجد الرسم بالمحاضرة الجاية؟ تعلمنا هاي المحاضرة الدوال او جزء من الفاكشن، اخذنا المعادلات واخذنا شلون نرسم الماتريكس المصفوفات الماتلاب. المحاضره القادمه راح نتعلم شلون راح نبدي نرسم المعادلات اللي احنا اخذناها او الماتريكس اللي احنا اخذناها. الى هنا انتهت المحاضره مالتنا، وراح ناخذ دور امثله تطبيقيه بس، لكن المحاضره النظريه مالتنا لهنا انتهت. عدة سؤال راح ابدا افتح بالمداخلات لهم، لكن بالفيديو استسمحكم عذرا، هنا انهي الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.